مختلف محافظات شمال سوريا، منها تنطلق الإمدادات والتعزيزات، وهي من أول المناطق المحررة في سوريا. وكما استمعنا قبل قليل إلى النشطاء سواء من حما أو من حمص، يعني يأملون أو لديهم اعتماد كبير على محافظة إدلب بأن تكون هي السند لهم. كيف تجري الأمور بداية في محافظة إدلب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، شهدت اليوم معركة النعمان اشتباكات بين الجيش الحر وعصابات الأسد في محيط معسكر وادي الضيف، إضافة لقصف المدينة بالمدفعية الثقيلة. أما في ريف معركة النعمان وتحديدا بلدة الفرومة التي تعرضت اليوم لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وذلك من حواجز الحامدية والمداجن. أما في مدينة جسر الشغور، قضى بعض من شبيحة عصابات الأسد من القرى العلوية الموالية للنظام باقتحام الفرن الآلي في المدينة، حيث جمعوا ما يوجد داخله الفرن من طحين ومازوت وأحرقوا الفرن، مما أدى إلى احتراقه بالكامل. الجو مطر وغائم في معظم الريف، ريف محافظة إدلب، وأهالي محافظة إدلب يتمنون أن يبقى هذا الجو، كأنه تكون الطلعات الجوية للطيران الحربي أقل، وكذلك الطيران المروحي، يعني بين قوسين لا توجد مجازر من قصف الصواريخ والبراميل التي تلقيها تلك الطائرات. ولكن برودة الطقس وغلاء الأسعار وخصوصا الوقود له آثار سلبية كبيرة، بحيث المواطن لا يستطيع شراء معظم الحاجيات الأساسية، حيث ارتفع سعر مادة المازوت إلى 10 أضعاف، وكذلك البنزين. أغلب المناطق في ريف إدلب تشهد انقطاع تام للكهرباء والاتصالات، فضلا عن انقطاع مادة الطحين التي باتت شبه مفقودة. معظم الأفران متوقفة في محافظة إدلب. نعم، طيب. نعم، أما بالنسبة لموقع محافظة إدلب، محافظة إدلب لها موقع استراتيجي، كونها الطريق الوصل بين اللاذقية وحلب، ايضا عقدة مواصلات بين حلب وحماة التي باتت ان شاء الله بالايام القادمة شبه محررة. جميع المقاتلين الذين كانوا يحتمون في محافظة إدلب توجهوا الى حماة، كذلك برفقة اصدقائهم من الجيش الحر. محافظة إدلب كونها على الشريط الحدودي كان لها مجال لان تكون منطقة عازلة، ولكن التخاذل الدولي كان واضحا من المجتمع الدولي. نعم، طيب. 75 من محافظة إدلب محرر. طيب أبو علي، يعني ماذا عن عملية أو معركة التوحيد والإخلاص؟ مرحلتها الأولى انتهت منذ أيام ولم نعد نسمع عنها شيئا، هل توقفت هذه المعركة أم ستستمر حتى تحرير تحرير جسر الشغور؟ بالنسبة لجسر الشغور، ما زالت معركة التوحيد والإخلاص، واليوم قام أبطال الجيش الحر بتحرير فرع الجميلية، وهي هذه القرية قرية علوية موالية للنظام السوري، وما زالت القرى، معظم القرى في الريف جسر الشغور محررة، وإن شاء الله التوجه إلى جسر الشغور ومن ثم إلى حاجز المطر في حمل الاستيراد الدولي، وأخيرا معركة النعمان آخر معركة الجيش النظامي. نعم، أشكرك جزيلا أبو علي الروجي، من مراسل شبكة شام الإخبارية، كنت معي من محافظة إدلب، شكرا جزيلا لك.